لما بنقول اخوان زي الحيه اللي بتتلون او زي الحربايه اللي بتتلون كل شويه، ده مش من فراغ. محمد الحديدي ده يبقى سهر خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعه الاخوان. ابو نسب عمل ايه بقى؟ طالب باجراء مصالحه مع جماعه الاخوان، واعلن تدشين تجمع سياسي جديد يحمل اسم عقل مصر. شوف الحلاوه، عقل مصر، يهدف الى عمل مصالحه. الكلام ده حصل اثناء حوار الحديدي على قناه الشرق الاخوانيه التي تبث من تركيا، طبعا كلكم عارفينها. الحديدي اكد انهم في موقف لا يحتمل الاستمرار في النزيف والصراع، وفي كل يوم هناك ارواح تزهق وانفس تقتل من الضباط والجنود والعساكر والمدنيين. عايزكم تاخدوا بالكم من الجمله اللي جايه دي جدا. الحديدي بيقول كم ضابط جيش وشرطة قتلوا بدم بارد، وكم مسيحي قتل في القداس، وكم مسيحي هجر من بيته. ايه يا ولا الحلاوة دي؟ من الاخوان لحبايبهم النهاردة في الكنيست الاسرائيلي ذاته اقر قانون منع الاذان بمساجد الاراضي المحتلة منذ العام 1948 التي يطلق عليها الداخل، وأيضا مدينة القدس بصيغته المعدلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد جلسة نقاش ساخنة صوت لصالح مشروع القانون 55 عضو فيما رفضه 47 عضو، وبكده تمت الموافقة على القانون، وهيتم فرض غرامات تصل إلى 5000 شيكل على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون في حال إقراره. على فكرة الدولار 3.7 شيكل. أمر النائب العام بإجراء التحقيق في واقعة وفاة المواطن المصري هاني حنفي سيب أحد السجون الإيطالية. وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولي بإعادة مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها للسلطات الإيطالية المختصة في دولة إيطاليا وموافتها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقرير الطب الشرعي وما تضمنته التحريات وأيضا ما اتخذ من إجراءات. عندنا حالة ريجيني طبعا حالة لا يمكن أبدا أن احنا ننساها، والدنيا قامت علينا وهاجت وماجت على مصر علشان ريجيني، اللي يعني من وجهة نظري المتواضعة والكلام على مسؤوليتي أنا الخاصة حواليه حاجة ريحة مش فاهمها وميدان تحرير، ويعني وانتوا عارفين ان احنا الارض خصبة شوية لاجهزة استخبارات كتيرة انها تلعب فيها. قامت الدنيا عليها علشان هذا المواطن مات هنا، احنا كمان لازم نقوم الدنيا ونهيجها على المواطن المصري اللي مات جوه السجن بقى عندهم. مش عرفنا انه متسمش، مش عرفنا انه هو ما تسربش عليه تعبان، ما نعرفش. احنا كمان لازم نتحرك زي ما هم بيتحركوا، بس ما اعتقدش ان المجتمع الدولي هيقف معانا زي ما تعود انه يقف ضدنا دايما. النهارده اجهزه الامن بوزاره الداخليه نجحت في اعاده نجل رجل اعمال تم خطفه على يد تشكيل عصابي بمحافظه الغربيه. المتهمين خطفوا واحد اسمه سامي جمال وطلبوا من والده دفع مبلغ 3 مليون جنيه، وتم دفع الفدية، والشرطة خلال 48 ساعة تم إعادة المبلغ بالكامل والقبض على المتهمين كاملين. صورهم ايه في مديرية أمن الغربية، تحية كبيرة وزارة الداخلية، واللي دايما الحقيقة بتعمل شغل. وزارة الداخلية واللي دايما بتعمل شغل، الحقيقة بتعمل شغل عالي، وتحديدا الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تمكنت من القبض على طالب اسمه أحمد لقيامه بنشر مشاركات تحريضية والترويج للفكر المتطرف من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الله يخرب بيته الفيسبوك يعني. التحريات أثبتت أن المتهم يقوم بنشر فكر داعش الإرهابي ومحاولة تجنيد صبية من مدارس الثانوي والإعدادي. أنا بقول خلي بالكم من أولادكم، والتكنولوجيا والتطور برضو بيودوا في 60 داهية، ودي مش شبكات تواصل اجتماعي، دي شبكات تفتت اجتماعي. في زميل اسمه الأستاذ أحمد حمادة، هو صحفي في الأهرام، تعرض لواقعة مشابهة. هو معانا على الهاتف، خلينا نسمعه ونسمع مشكلته. مساء الخير يا فندم.
تامر، ده صحتك يا فندم. الله يخليك، اتفضل قول مشكلتك. منور البرنامج. اهو انت اللي منورنا والله. تعيش يا فندم. الله يخليك، اتفضل قول لنا. والله انا يوم السبت فاتك يوم الثلاث 28 فبراير كنت مخلص الطبعه الثانيه والثالثه من الاهرام، ومروح بيتي خلف مبنى مؤسسه الاهرام، وجيت بان في ضابط شرطه واثنين امناء نادوا عليا بعد ما عديت من قدامهم. فرد الضابط وقال لي خد يلا هنا. قلت له انا سيادتك؟ قال لي امر. قلت له امر تحت امرك. لقيت الامين وانا بكلم الضابط راح حاطط ايده في الجاكيت وشدني من الجاكيت، فبقول له لو سمحت ما تحطش ايدك في هدومي. وامر سيادتك عايز ايه؟ قال لي افتشك. قلت له يا فندم سيادتك خدني معاك الاسم وفتشني. فرد الضابط سبني الدينه وراح مديني بالبنيه في كتفي وقال لي ايه يلا تسمع الكلام. قلت له سيادتك ايه المطلوب مني؟ مش سيادتك عايز تفتشني؟ اتفضل خدني معاك الاسم، ولو لقيت فيه اي تجاوز مني استخدم حقك ومحدش هيراجعك فيه، لكن في الشارع يبقى شكلها وحش. وانا راجل في الاهرام رئيس قسم وما ينفعش الكلام دوت، وانا راجل مش بتاع اي حاجات مش كويسه، فممكن تاخدني معاك وفي الاسم اللي انت شايفه اعمله صح. لو لقيت اني متجاوز عن الحدود سيادتك اي اجراء تاخده انا تحت امرك فيه. فقال لي لا هفتشك في الشارع وهفتشك في الاسم واخدك. قلت له لا ما ينفعش في الشارع سيادتك، ممكن تاخدني معاك الاسم واللي انت عايزه تحت امرك. فتشك فين في الاخر يا استاذ حمام؟ فتشني في الشارع سيادتك، ده غير البنيات منه من اثنين امناء. ليه طيب؟ ليه يعني؟ انا ما يعني ما اعرفش سيادتك. وبعدين قلت له طب بلاش سب الدين وبلاش اصلا مد الايد، لان كده يعني من الباب للطاق كده مع حضرتك معدي راح وجايبك وسابب الدين. ولا وشاف البطاقه قال لي طب بطاقتك، رحت مطلع له البطاقه وقلت له انا موجود. الكلام ده كان فين يا فندم؟ يوم 28 فبراير الثلاث الساعة 1 بالليل العدوية الوسطاني بولاق أبو العين. طيب سيبنا بقى نخاطب وزارة الداخلية الثلاثاء 28 فبراير في منطقة أبو العلا. 28 فبراير عايزين نعرف الواقعة دي أصلها إيه، ده راجل صحفي، وحتى لو مش صحفي لو مواطن عادي وتعرض لحاجة زي كده يجوز ما يكونوا الضباط أصلا الله أعلم، ولكن لابد من التحقيق في الواقعة. وأنا على يقين أن إدارة الإعلام بوزارة الداخلية المحترمة هترد علينا. في قضية فجرها زميلي الإعلامي الكبير الأستاذ معتز الدمرداش، أصدر النهاردة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قراره بوقف كل من مدير مديرية الصحة بسوهاج، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بسوهاج، مدير الإدارة الصحية بسوهاج، ومدير مستشفى جزيرة شندويل المركزي بسوهاج عن العمل لمدة 3 أشهر في القضية رقم 256 لسنة 17 نيابة سوهاج ثالثة الإدارية. واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي لعدم الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية. النيابة رأت وقف المتهمين عن العمل خوفا من المساس بنزاهة العمل المسند إليه. مرة ثانية، من فجر هذه القضية إعلاميا هو الإعلامي الكبير زميلي الأستاذ معتز الدمرداش. استمرارا لسلسلة تقارير أحياء خارج الزمن واللي ملهاش مكان على أجندة السادة المسؤولين. كاميرا البرنامج نزل بمنطقة بيت العيلة بمدينة 6 أكتوبر. الحقيقة كان في تجاوزات ومخالفات كثيرة بيعانوا منها الأهالي هناك، اللي قدموا شكاوي كثيرة جدا لجهاز مدينة 6 أكتوبر، لكن ودن من طين والتانية من عجين، محدش بيسمع. زميلتي أيضا نهى حمزة المجتهدة النشيطة نزلت عملت لنا التقرير ده، واللي كمان حصل لها مضايقات كتيرة من بعض الناس المستفيدين مع من إن المنطقة تكون على وضعها اللي هي فيه حاليا. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع مرة أخرى.